بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض نعمل حاجه حلوه كده. دول كوبايه الرز زي ما انتم شايفين كده، هنعمل رز بلبن كده بطريقه جديده. حاجة حلوة كده الواحد يعملها في رمضان بعد الفطار كده، بتبقى تحلية يعني، حاجة لذيذة وحاجة خفيفة كده. نعمل رز بلبن بطريقة جديدة كده، هنحط له جيلي، هيبقى حاجة جميلة والله، وحاجة من الآخر وحاجة حلوة. وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. النور قطع وأنا بعمل بحط الرز على النار زي ما شفتوا كده، ربنا المستعان معنا ومعكم. هنا حطيت له ميه، علقت الرز وسويته بالميه الاول، وبعدين ده اللبن، ده لبن، ده نص كيلو من اللبن يا جماعه، مش هقول لكم كيلو ولا حاجه، ده نص كيلو من اللبن زي ما انتم شايفين كده. فضيته، ودي كوبايه سكر واحده، عشان احنا مش بنحب يعني الحاجة ايه مسكرة، كل واحد حسب رغبته اللي عايز يعمله بيعمله، مثلا عايز سكر زيادة بيحط يعني، مش عاوز كل واحد حسب رغبته. ديت 3 معالق نص حطيتهم في الكوباية زي ما انتوا شايفين اهو، علقتهم كده في اللبن والسكر من بعض زي ما انتوا شايفين اهو. وربنا يصلح حالنا وحالكم. وانا دي اللي 3 ايام ما نزلت الشغل ولا حاجه، لاني ما كان النت فاصل عندي. وهنا فضيت اللبن على الرز كده واقلبه كده مع بعضيه، مع النشا اللبن والنشا السكر مع بعض، هنقلب كده الرز مع بعضينا. هنا دي كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين كده، ودي كوباية مية تاني. حط بقى كيس الجيلي في المية ديت، ده كيس جيلي يعني، هنعمل رز ده جيلي مش هنفضيه بقى في الطبق كده على المية ونقلبه، ونفضيه بقى على الرز. كل سنة وانتم طيبين، خلاص رمضان على الابواب، وكل عام وانتم بخير، وربنا يعود علينا وعليكم ليام بخير. يا احلى اصدقاء، يا احلى ناس، يا احلى مشاهدين. هنا فضيته، دوبته كله كده، وفضيته بقى على الرز كده، هنقلبه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وانا النت كان فاصل عندي، فلسه ما ردتش على الناس اللي داخله، و هنرد ان شاء الله لما النت تشتغل، وربنا يصلح حالنا وحالكم. هنا كده جهزت الاطباق اللي هعبي فيها الرز زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرز والله حكايه بجد يا جماعه، والله بالجيلي المشمش حاجه حلوه والله، وحاجه لذيذه. وكوبايتين الرز عملت منهم، يمكن انا قلت لكم بتاع 14 طبق، تقولوا لا بصراحه يعني، والله 14 طبق عملتهم بكوبايتين الرز دول زي ما انتم شايفين. عبيت الاطباق الازاز كلها، وعبيت اطباق تانية من اللي هي الاطباق الكبيرة زي ما انتم شايفين كده، عبيت كل كده الرز اهو في الاطباق، وطعمه بالجيلي حلو وجميل جدا بجد والله. عندي كمان حبة زبيب وحبة جوز الهند، نزوق بيهم الرز باللبن دوت، او الرز الجيلي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحط بقى حبة جوز الهند، وبعدين نحط بقى الزبيب كده، وبألف هنا وشفا للي كال واللي هياكل واللي شاف. وربنا المستعان معانا ومعاكم، كل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش يا جماعة اللي يخش عندنا ينورنا، وننور بعضينا، وندور على بعض ونرفع بعض، والرفع هو الله، والنصر هو الله، والغلب هو الله، ومن ينصر الله فلا غالب له. وربنا عليه صلاح الحال لنا وليكم وللجميع. زي ما انتم شايفين كده، زوقنا بالزبيب وجوز الهند، والله العظيم بجد يعني حاجه جميله جدا والله. هو الف هنا وشفا للي كان واللي شاف، وربنا يصلح حالنا وحالكم، وكل سنه وانتم طيبين.
حاجة جميلة والله، وحاجة من الآخر يعني لذيذ جدا. بصوا الجيلة عامل ازاي في الرز، والله العظيم زي بجد يعني حاجة حلوة، حاجة من الآخر والله يعني. ما عجبهم جدا، هو صح الرز بلبن، هو رز بلبن بس عايز يعني الواحد يغير ينوح فيه. زي ما انتوا شايفين بصوا عامل ازاي الجيلة، شوف عامل مخلي الرز مش طري، لا بص عامل ازاي. وربنا على صلاح الحال لينا وليكم، وربنا المستعان. ومعلش الاتحفات بره عامله دوشه زي ما انتم سامعين الوش بتاع العيال كده، وربنا يخلينا ويخلي للناس كلها. وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.